هذا السائل اللي تشوفيه هو أساسه تصدير وليس استيراد. يعني في يوم من الأيام كان العراق يصدر الحنطة. خلال يعني متابعتنا، على اعتبار اذكر انه هذا الملف استلمناه حديثا، لكنه خلال متابعتنا وجدنا انه بعض المحافظات باكثر من سايلو، لكن البصره بها فقط سايلو واحد. السيد مدير السايلو اللي موجود هنا ذكر بانه اكو يعني مقترح لانشاء سايلو اخر. هناك تعاون راح يصير بيننا وبين وزاره التجاره بهذا الاتجاه، سنوفر لهم الارض ان شاء الله بعونه تعالى من اجل انشاء سايلو اخر، لأن هذا السايلو أول مرة الآن حتى عمره الافتراضي قد انتهى منذ 1958 إنشاءه إلى الآن، وبالتالي يحتاج إلى إنشاء سايلو حديث من أجل هذه المحافظة وخدمة أبنائنا. شوفين أنت السايلو، سايلو قديم يعني بني منذ خمسينيات القرن الماضي، يحتاج إلى آليات جديدة بالاستلام والتسليم، يكون هناك تسهيلات للمزارعين. رغم يعني كل هذا هي جهود مباركة يعني حقيقة من كادر السايلو جاي للبصرة لتسهيل إجراءات، لكن تحتاج إلى بعض التحديثات. يقول رب ضارة النافع، هذه أزمة حتى نعرف قيمة الموجود عندنا. نلجأ إلى تشجيع المزارع بمنحه المخصصات مبكرة، منحه السماد، منحه البذور الجيدة، فبالتالي لازم إحنا نكون حالة الاكتفاء الذاتي نوصل لها كما كان سابقا. نقطة مهمة، هذا السائل اللي تشوفيه هو أساسه تصدير وليس استيراد. يعني في يوم من الأيام كان العراق يصدر الحنطة، فنتأمل بإن شاء الله مستقبل بأنه العراق يوصل إلى هالمراتب العالمية ويصدر. هي البصرة سايلو واحد، واستيعاب حسب ما ذكر السيد مدير سايلو البصرة ما يقارب 65,000 طن. طب الاستيعاب يعني واحتياجنا الاستيعاب إنه الكميات المنتجة يعني يكفيها سايلو البصرة، لكن السايلو داخل المدينة وتحدث ازدحامات وبعيد عن المزارعين، إحنا يفضل إنه يعني تقام صومعة أو يعني فد موقع لاستلام المحصول في شمال البصرة، كون محصول الحنطة هو فقط في شمال البصرة، يزرع في شمال البصرة.